الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا ونبينا محمد واله الطيبين الطاهرين ولعنه الله على اعدائهم اجمعين الى يوم الدين باب اخر من ابواب كتاب الكافيه الشريف بعنوان باب في النهي عن الاسم في زمن الغيبة الصغرى نهي المؤمنون عن ذكر اسم الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، الاسم الذي يواطئ اسم رسول الله محمد صلى الله عليه واله، هذا الباب فيه بعض الروايات المتعلقة بذلك، وقد مضى بعض الكلام في ذلك لماذا نهي المؤمنون عن ذكر اسم الامام المهدي في زمان الغيبه في بعض الاحاديث دلاله على ان ذلك كان للتقيه عليه لانه كما ذكرنا ان الغيبه الصغرى والغيبه الكبرى غيبتان للامام المهدي والفرق بينهما انه في الغيبه الصغرى كان للإمام نواب خاصون عينهم فالمؤمنون كانوا يتصلون بالإمام عبر هؤلاء النواب الخاصين وهم عثمان بن سعيد العمري ومحمد بن عثمان بن سعيد العمري والحسين بن روح النوبختي وعلي ابن محمد السمري أما في زمان الغيبة الكبرى فلا نائبة خاصة للإمام وإنما على المؤمنين مراجعة الفقهاء الواجدين للشرائط من الفقه والعدالة وما إلى ذلك مما هو مذكور في الكتب الفقهية هذا الفرق الأول بين الغيبة الصغرى والغيبة الكبرى. الفرق الثاني الذي يستفاد من الروايات أن الغيبة الصغرى كان استتار الإمام المهدي فيها بالطرق الطبيعية. مثل أي واحد يختفي، أفرض الآن سلطة تلاحق رجلاً هذا يختفي عن الأنظار. في بيت في مكان هذا هو غائب ومخفي ولكن بالطرق الطبيعية، ولكن في الغيبة الكبرى اختفاء الإمام المهدي وغيبته بالطرق الغيبية الإعجازية، يعني الإمام عليه السلام في هذه الغيبة الكبرى مستتر عن الأنظار. فلا يشاهده الناس ولا يعرفونه ولكن ليس بالاستتار الطبيعي وقد مثلنا مثلا فيما مضى بأن الله سبحانه وتعالى حفظ رسوله من المشركين في مكه لما ارادوا ان يقتلوه بأن الرسول صلى الله عليه واله بالطريقه الطبيعيه اختفى عنهم وخرج عن مكة إلى أن وصل إلى المدينة المنورة، لم يكن هناك جانب إعجازي وغيبي في ذلك. لكن الله سبحانه وتعالى حفظ عيسى عليه السلام بالطريقة الغيبية بأن رفعه إلى السماء والآن هو موجود في السماء حي ومحفوظ من كيد الأعداء لكن بطريقة إعجازية. في زمان الغيبة الصغرى اختفاء الامام كان بطريقه طبيعيه، في زمن الغيبه الكبرى بطريقه غيبيه، لحكم الله سبحانه وتعالى ارادها وطبقها وقدرها. في زمن الغيبه الصغرى لانه كان اختفاء الامام بطريقه طبيعيه، لذلك الله سبحانه وتعالى شرع احكاما والامام المهدي اتخذ اجراءات لكي لا يتمكن الظالمون من الوصول اليه لانه كانوا يريد يريدون ان يصلوا اليه ويقتلوه من جملتها انه اخفى ميلاد الامام المهدي كما ان الله سبحانه وتعالى بطريقه اخفى ميلاد موسى حمل ام موسى وميلاده واخفى حمل إبراهيم وميلاده كذلك أخفى حمل وميلاد الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف والإمام العسكري لم يخبر أحدا ولم يري الإمام المهدي لهم إلا لبعض الخواص لكي تتم الحجة هذا إجراء لذلك حينما توفي الإمام العسكري مسموماً، السلطة فتشوا عن الولد ليقتلوه، ومن جملتها أنهم اقتحموا دار الإمام العسكري، ومن جملتها أنهم حجزوا جواري الإمام العسكري حتى يتبين أنهن حاملات أم لا. في هذه الفترة طريقة أخرى ل حفظ الامام المهدي بطريقة طبيعية انه نهي المؤمنون عن ذكر اسمه، لأنه الحكام الظالمين كانوا يعلمون بأن اسم الامام المهدي هو اسم الرسول صلى الله عليه واله، لما ورد من أحاديث متواترة عن رسول الله صلى الله عليه واله، وعن آباء الامام المهدي في أن اسمه هو اسم الامام هو اسم الرسول صلى الله عليه واله. زين اذا المؤمنون يذكرون الامام المهدي بالاسم الصريح هذا كان يسبب ان السلطه تفتش عن الامام اكثر، لانهم بعد ما فتشوا دار الامام ولم يجدوا ولدا زعموا انه لم يولد له فتركوا الطلب والتفتيش. زين اذا كانوا يشوفون ان المؤمنين يذكرون اسم الإمام أنه كتب في رسالة كذا وأجاب كذا وكذا وكذا وفلان رآه مثلا بشكل خاص كان تتفتح أعين السلطة ويطلبون الإمام مرة أخرى وكان ذلك مزيد تضييق على الإمام عليه السلام وأيضا تضييق على أهله على أمه على جدته على أقربائه لأنه بعد أن يأست السلطة من وجود ولد زعموا أنه لا ولد له خففوا الضغط على عائلة الإمام عليه السلام فإذا كان الاسم يذكر كانوا يضغطون على هذه العائلة يخلوها تحت الرقابة الدائمة مثلا حتى إذا إجا الإمام إلى زيارتهم إلى رؤيتهم يلقوا القبض عليه ويقتلوه أما إذا ذكرت أوصاف مثلا يذكر أنه الحجة الناحية المقدسة إذا في الرسائل موجودة في الكلام موجود هذا لا يعرف أن الظالمون أن المقصود به الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فلذلك نهي عن الاسم وهذا خاص بزمان الغيبة كما ظهر من الأحاديث هذا الباب الكليني رضوان الله تعالى عليه جمع بعض الأحاديث وبعضها قد مر سابقا وبعضها أيضا سيأتي في هذا الباب الحديث الأول عن داود ابن القاسم الجعفري أبو هشام أبو هاشم الجعفري من ذرية جعفر الطيار، وكان من خُلَّص أصحاب الإمام الهادي والعسكري عليهم السلام، قال: سمعت أبا الحسن العسكري، يعني الإمام الهادي، يقول: الخلفُ من بعدي الحسن، يعني الإمام العسكري، فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟ فكيف لكم هذا التعبير فيه نوع من من بيان ان هناك بعض المشاكل ستحدث. فكيف لكم بالخلف من بعد الخلف؟ فقلت ولم جعلني الله فداك؟ شنو المشكله؟ ليش يصير مشكله؟ قال: انكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه. لا يجوز لك ان تذكر اسمه. ولا ترى شخصه زين في هذه الحالة يحدث اضطراب طبيعي هذا الأمر الإمام الكاظم كان مسجونا وسم في السجن فتوفي وهو مسجون سنوات مسجون لأنه مسجون غائب عن الناس حدثت فتنة الواقفة انحرف كثير من الناس نبي الله موسى عليه السلام غاب أربعين يوما انحرفوا في أصل التوحيد إلا القليل القليل جدا إذا القائد أنت ما تشوفه وما تقدر تذكره كثير من الناس ينحرفون وهذا أمر طبيعي الله سبحانه وتعالى حتى بالنسبة إلى رسوله محمد صلى الله عليه وآله يقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم إذا غاب القائد بموت أو بقتل ينقلبون على أعقابهم إنكم لا ترون شخصه ولا يحل لكم ذكره باسمه فقلت كيف نذكره أحيانا نريد نذكره كيف نذكره قال قولوا الحج من آل محمد صلوات الله عليه وسلامه اذكروه باسم الحجة هذا لقب لقب الحجة لأنه حجة الله على أهل الدنيا لا تذكر اسم اذكره بالوصف اذكره باللقب عندما تقول الحجة قال الحجة جاء الحجة إذا واحد سري من المخابرات للدولة العباسية السلاطين كذا يسمعون ان الشيعه يقولون الحجه قال كذا ما يروح ذهنهم الى الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف الحديث الاخر من احاديث هذا الباب عن ابي عبد الله الصالحي قال سالني اصحابنا بعد مضي ابي محمد ان اسال عن الاسم والمكان فخرج الجواب: إن دللتهم على الاسم أذاعوه، وإن عرفوا المكان دلوا عليه. أبو عبد الله الصالحي مجموعة من المؤمنين وسطوه ليذهب إلى السفير الخاص أحد السفراء الأربعة، ويسأله عن اسم الإمام، ومكانه، المشكلة أن كثيرا من الناس ما يلتزمون بالضوابط. الله سبحانه وتعالى يأمرهم يخالفون، ينهاهم يخالفون، وقال: وقليل من عبادي الشكور. هسا استأمنوك على سر لا تذيعه ما يقدر مع هذا التأكيد الشديد على حفظ الأسرار أسرار الناس العاديين أنت لازم تحفظها فكيف بما أراد الله سبحانه وتعالى إخفائه يعني شرع إخفائه إرادة تشريعية والائمه عليهم الصلاه والسلام كانوا مبتلين بامثال هؤلاء الناس كما ان الرسول كان مبتلى بعضهم منافقون وبعضهم ضعاف الايمان ولما يدخل الايمان في قلوبكم ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم يكون مذيع للاسرار ومذيع للشائعات والدعايات الباطله المغرضه هكذا الأئمة عليهم الصلاة والسلام كانوا مبتلين بأمثال هؤلاء ولحد الآن الآن في المجتمع أيضا يوجد الكثير من هؤلاء الذين إذا سمعوا سرا للناس أذاعوه زين الإمام المهدي أيضا كان مبتلى بأمثال هؤلاء سألوا الاسم والمكان فخرج الجواب إن دللتهم على الاسم أذاعوه. وفي الغيبة الصغرى كما ذكرنا كان المفروض إخفاء الاسم. وإن عرفوا المكان دلوا عليه. إذا عرفوا المكان يدلون عليه. وقلنا المفروض أنه في زمان الغيبة الصغرى كان الله سبحانه وتعالى قدر حفظ الإمام المهدي بالطرق الطبيعية. مو بطريقة غيبية زين يدلون على المكان الطريق الطبيعي يخرب يصل الظالمون إلى الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف فلذلك الله سبحانه وتعالى نهاهم عن ذكر الاسم وأيضا الإمام لم يدلهم على المكان الذي هو كان فيه وإنما السفراء الأربعة والقليل جدا من الخواص كانوا يعلمون مكان الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف حديث آخر عن الريان ابن الصلت قال سمعت أبا الحسن الرضا عليه السلام يقول وسئل عن القائم فقال لا يرى جسمه ولا يسمى اسمه الإمام الرضا توفي مسموما في سنة ميتين وثلاثة وإمامة الإمام المهدي بدأت في سنة 260 يعني تقريبا ما يقارب الستين عاما بين وفاة الإمام الرضا ونطق الإمام المهدي بالإمامة فالريان ابن الصلت يروي هذه الرواية عن الإمام الرضا عليه الصلاة والسلام وسئل عن القائم <applause> فقال لا يراج اسمه ولا يسمى اسمه. لماذا سئل الإمام الرضا عن القائم؟ لأنه الشيعة كانوا يعلمون بأن أحد أبناء الرسول صلى الله عليه واله من الأئمة سيخرج يقوم بالسيف. كانوا يعلمون ذلك. لكثرة الروايات التي وردت عن الرسول وعن الائمة الماضين عليهم الصلاة والسلام جميعا، فالإمام الكاظم كان مسجونا سنوات، وتوفي في السجن مسموما، تكدست بعض الأموال عند بعض الأشخاص، هؤلاء كان الناس يريدون أن يوصلوا أموال الإمام إليه، الامام مسجون فكانوا يثقون ببعض الاشخاص ويسلمونهم الاموال هذه الاموال تكدست فلما توفي الامام الكاظم مسموما البعض من هؤلاء طمعوا في الاموال بعضهم حفظوا ايمانهم سلموا الاموال الى الامام الرضا عليه الصلاه والسلام والبعض الاخر طمعوا في تلك الأموال وكانت أموال كثيرة عند بعضهم عشرة آلاف دينار يعني عشرة آلاف ليرة ذهبية وعند بعضهم سبعين ألف دينار وعند بعضهم جواري فطمعوا في تلك الأموال زين شلون يمنعون الإمام الرضا عن هذه الأموال ولا يسلمونها له إجوا ابتدعوا مذهبا ودينا المذهب شنو هو؟ مذهب الواقفة زعموا أن الإمام الكاظم لم يمت وأنه هو القائم الذي بشر به الرسول صلى الله عليه واله والأئمة الماضين واستندوا إلى بعض الأحاديث طبقوها على الإمام الكاظم عليه السلام وبهذه الطريقة امتنعوا عن تسليم الأموال للإمام الكاظم، وصنعوا فتنة لأنه بعضهم كانوا معروفين، كبار، شخصيات، فوقف الكثير من الناس، لكن بعد ذلك دلائل إمامة الإمام الرضا ظهرت، فرجع الكثير منهم هي فتنة عظيمة كانت حتى بعض الكبار أيضا زلوا في هذه الفتنة كانت من مضلات الفتن البزنطي وهو من الأجلاء لفترة صار واقفي بعد ذلك رجع عن الوقف الوشاء أيضا من الأجلاء هذا صار واقفيا وعلى ذلك رجع عن الوقف والكثير رجعوا عن الوقف حتى أحد كبار أعمدة الوقف عث... آه... عثمان الرواسي هذا الرجل وقف وكانت بيده اموال، وبعد ذلك رجع عن الوقف وارجع الاموال الى الامام الكاظم، لكن بعضهم لم يفعل ذلك. الامام الرضا كتب الى بعضهم قال اما الاموال فقد قسمت واما الجواري فقد نكحت. هنا الامام الرضا عليه الصلاه والسلام يبين للريان بن صلت أن القائم بالسيف ليس الإمام الكاظم، لأن من صفات القائم بالسيف لا يُرى جسمه، ولا يُسمى اسمه، أما الإمام الكاظم من حين ميلاده كان يراه الناس ظاهرًا كان في المدينة، ويلتقون به في زمان والده، وفي زمان إمامته، سوى الفترة الأخيرة التي سجن فيها، فالناس كانوا يرونه ويعرفون اسمه ويذكرونه باسمه موسى ابن جعفر، لكن القائم بالسيف الذي بشر به الرسول صلى الله عليه واله وهو الإمام المهدي لا يراج اسمه ولا يسمى اسمه. حديث آخر عن الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام قال صاحب هذا الأمر لا يسميه باسمه إلا كافر الإمام الصادق يقول هذا الكلام ولعل غرضه نفي الواقفة التي ظهرت من بعد الإمام الصادق بسنوات لأنه أكثر من عشرين سنة الإمام الكاظم بعد الإمام الصادق موجود أكثر من ثلاثين عاما لأن وفاة الإمام الكاظم بالسم كانت سنة مية وثلاثة وثمانين ووفاة الإمام الصادق مسموما كانت في سنة مية وتسعة وأربعين أو مية وخمسين تقريبا ثلاثة وثلاثين سنة أو أكثر الإمام الكاظم فترة نطقه بالإمامة فالامام الصادق عليه الصلاه والسلام يحذر من الواقفه قبل ظهورها بسنوات. هذا الحديث ماذا يقول الامام الصادق؟ صاحب هذا الامر لا يسميه باسمه الا كافر. طبعا الكفر كما هو معلوم في القران الكريم وفي الاحاديث قسميا. الكفر الاعتقادي والكفر العملي الكفر الاعتقادي معنى ذلك ان الانسان ينكر اصلا من اصول الدين مثلا يكون مشركا لا يعتقد بالتوحيد او ينكر نبوه الرسول صلى الله عليه واله او اصل النبوه وكذلك سائر اصول الدين هكذا انسان كافر اعتقادا يعني شنو يعني ليس بمسلم لا يجري عليه احكام المسلمين القسم الاخر الكفر العملي وهو كفران النعمه يعني عمل الانسان عمل الكفار لا انه في العقيده هو كافر وهو خارج عن المله مثلا إذا واحد ترك الحج عمدا هذا عمله عمل الكفار، مو انه هو كافر، ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا ومن كفر يعني كفر نعمة الله سبحانه وتعالى فإن الله غني عن العالمين كذلك الشرك يقسموه الشرك الجلي والشرك الخفي، الشرك الجلي شنو هو؟ واحد يعتقد بشريك لله سبحانه وتعالى، هذا الشرك الجلي مخرج عن المله يصير كافر هذا، الشرك الخفي واحد مسلم يعتقد بأن الله سبحانه وتعالى لا شريك له ولكنه يرائي، هذا عمل عمل المشرك. انت عملك لازم يكون لله عبادتك تكون لله جعل عبادته للناس زين الرياء من المحرمات من يرائي في العباده فاسق عاصي لكن هل هو كافر يجري عليه احكام الكفر كلا مو كافر <applause> مسلم عاص هذا الكفر العملي هنا في هذا الحديث الإمام الصادق عليه الصلاة والسلام يقول: صاحب هذا الأمر لا يسميه باسمه إلا كافر، يعني الكافر بالكفر العملي، يعني عمله عصيان كبير، ليش؟ لأنه يعرض حياة الإمام المهدي في زمن الغيبة الصغرى كما ذكرنا للخطر، ويعرض عيال الإمام المهدي أمه جدته سائر قراباته يعرضهم للمضايقات الشديدة زين هذا العمل عصيان كبير أن تتعرض إمامك للخطر وتعرض عائلته للضغوطات الكبيرة من السلطات الغاشمة الجائرة هذا عصيان كبير فعمله كعمل الكفار إذا هذا مؤمن حقيقي لا يرتكب المعصية. فلذلك صاحب هذا الأمر لا يسميه باسمه إلا كافر. هذه أحاديث هذا الباب. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يزيدنا علمًا ومعرفة بإمامنا وبسائر العقائد. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين.